سيف. هو سيوف وين؟ على مطار. يتفضل على المسرح الحكم الدولي الاستاذ حسين العكاشي رئيس اتحاد محافظه النجف، والاستاذ عادل رئيس اتحاد سوران، وحكمنا الدولي والبطل العالمي الاستاذ عزيز مظلوم، والمدرب الدولي عز الدين الله وردي، في المركز السادس. المركز السادس البطل سلام داود رحيم. في المركز الخامس البطل حسن سعد رحيم من نادي البحري، سلام داود من نادي آليات الشرطة. في المركز الرابع البطل عمر فيصل رفعت من نادي شرطة العرب. في المركز الثالث البطل محمد حسن شبيب من نادي الشرطة. في المركز الثاني البطل علي حسين جاسم من نادي البحري. في المركز الأول البطل سيف علي عدنان من نادي الأمانة. Thank you.
الثلاثة الأوائل على المسرح، الثلاثة الأوائل على المسرح.